عزيزي لما تتحدث عن 154 صاروخ تمهاك، أعتقد أن يعني أيضا بالقياس، نحن بألم نقول بالقياس فيما جرى في بغداد، هذه الذكرى الأليمة على الجميع، على كل محب للسلام، وليس بالضرورة أن يكون عراقي أو عربي أو أمريكي حتى يتألم من هذه الذكرى. ولكن انظر ماذا فعلت الضربات الصاروخية الأولى لبغداد، هي بشكل أو بآخر، حتى اسم الحملة العسكرية شوك أند أور، هذا الرعب والصدمة فيما لم ت... لو... لو تم توجيهه لطهران، أعتقد الأمور ستكون أسرع انهيارا مما جرى في السيناريو العراقي. وأقول مرة أخرى بألم وبأسف، لأن الساحة الإيرانية الآن معرضة لضربات كثيرة من الداخل من خلال الثورات التي تخبو وتنشط بين فترة وأخرى، وواضح أنها مرتبطة باختراق كبير استخباري بالميدان. هذا قد يقال أحيانا بأنه استخبارات الإسرائيلية فقط ناشطة على الساحة الإيرانية، ولكن بالتأكيد هناك أجهزة أخرى أطلسية بشكل أو بآخر تتعامل مع الملف الإيراني، لأنه يعنيها أيضا في الصميم. ليس المسألة فقط إسرائيل وقضية الطاقة في الشرق الأوسط، لا، هناك أيضا تشابكات، وأنت أوضحت في المقدمة عزيزي، اللي هو الارتباط بين سلوك إيران الإقليمي وأيضا سلوكها إزاء القوى التي تطمح الآن إلى تغيير قواعد اللعبة عالميا، وتحدث صراحة عن موسكو وبكين. فهي تدرك هذه القوى بأنه لا بد من استمرار وزيادة الضغط على طهران حتى إبقائها إن تشك كما يقال، تبقى تحت الضغط، تبقى تحس بأنه فيما لو تدهورت الأمور بالإمكان توجيه هذه الضربات. وهذه الضربات عندما أيضا تتزامن مع تهديدات إسرائيلية علنية، بالرغم من كل المظاهرات والاضطرابات الداخلية التي تجري على الساحة الإسرائيلية والتوتر على الساحتين الإسرائيلية والفلسطينية ومؤخرا أيضا السورية واللبنانية، كل هذا يا عزيزي يشير أن إسرائيل عندما أيضا تقول بأنها قادرة ومستعدة لاتخاذ قرار منفرد في التعامل مع الخطر الإيراني، هذا لا يجب أن يأتي هكذا من فراغ، سيما وأن بعض أيضا التوترات الأخيرة التي جرت على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية، وبعد الصواريخ التي أطلقت من غزة ومن جنوب لبنان، وأيضا من تنظيم يقال أنه فلسطيني داعم للأسد في جنوب سوريا، كل هذا يشير إلى أن المعركة هذه إن اندلعت ستكون خطرة جدا، ولا يمكن أن تكون فقط تقليدية، لابد أن يكون هناك نوع من التهديد بسلاح يستطيع أن يحدد مسارات ومآلات هذه الحرب، وهذا ليس من الوزن الذي يستخف به. لذلك عندما يقول بايدن بأنه مستعد لدعم إسرائيل في أي قرار تتخذه، هذا الموضوع لا يتوقف أبدا عند الجانب الفلسطيني أو السوري أو اللبناني أو غزة، هو مرتبط بمن يدعم من يطلق الصواريخ وهي طهران، بمعنى أن بايدن يدرك بهذا التصريح بأنه يريد توجيه رسالة بمنتهى الصرامة إلى ملالي طهران بأن الأمور قد تصل بما لا يريد، وهو الصدام العسكري.